السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي مع درس جديد من كورس التمهيدي للمرحلة الثانوية. تكلمنا المرة في الفيديو الأول عن الفورس اوف سبيتش وقلنا إيه هي أنواعها، وخدنا الفيديو الثاني وتكلمنا عن النعم. النهاردة هنتكلم مع بعض في الحلقة الثالثة أو الجزء الثالث من الكورس عن البروناون أو الضمائر. بس يا ريت قبل ما نتفرج على الفيديو ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو، نفعل الجرس على كلمة اول عشان يوصلنا تنبيهات بكل الدروس الجديدة، ولو دي أول مرة تتفرج على القناة ما ننساش نعمل اشتراك. طبعا البرونز أنا عندي 8 أنواع من البرونز، عندي بيرسونال برونون، ديمونستريتيف برونون، ديريجاتيف برونون، بوسيسيف برونون، ريلاتيف برونون، ريفلكسيف، ريسيبروكال، أند إنديفينيت برونون، وهناخده كل نوع منهم بالتفصيل. أول نوع معايا هو البيرسونال برونونز، وطبعا البيرسونال برونونز اللي هي الضمائر الشخصية. طبعا الضمائر الشخصية بتنقسم عندي إلى نوعين، الأوبجكت برونون، السبجكت برونون اللي هي ضمائر الفاعل، والأوبجكت برونون اللي هي ضمائر المفعول. طبعا الفاعل هو من يقوم بالفعل، والمفعول هو من يقع عليه الفعل. طيب الفعل ده بيجي فين؟ بيجي في أول الكلام، فبيقول لي أحمد بلايز فوتبول. هو بلايز فوتبول؟ أحمد، هو أحمد اللي بيلعب. سو أحمد إز ذا سبجكت، هو الفاعل. لما نيجي نستعيض عن كلمة أحمد ببروناون فبنستخدم البروناون هي، وهنا هي بمعنى هو، وده الضمير اللي بيحل محل المفرد المذكر. طيب إيه هي ضمائر الفعل اللي عندي؟ عندي أي دي أنا، أنت، يو نحن، وي they هم، هي هو، شي هي، وإيت هو وهي لغير العاقل. طيب وطبعا الضمائر دي كلها تأتي أول الجملة وما تجيش في أي مكان تاني. طيب أمال الأوبجكت بروناون هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن المفعول، من يقع عليه الفعل. فلما أقول give the ball to أحمد، فأنا هندي الكرة لمين؟ لأحمد. يبقى أحمد is an object أو مفعول به، ولما أجي أستعوض عنه بضمير فبنستخدم الضمير him، فبقول give the ball to him. طيب ايه هي ضمائر البرونون اللي عندي؟ عندي me، you، us، them، give، her، sorry here، it. ودي بتعبارة عن الضمير الشابك في الفيرب. طبعا هنا اللي هو المقطع me المشبوك في الفيرب، هنا المقطع na لما اقول لك اعطينا يبقى give، سوري ده المقطع كاف، فيقول يعطيك، يضربك، يعلمك. طب us ده المقطع na، فيقول give us، help us يبقى ساعدنا، them ده اللي هو المقطع هم، فبقول help them يبقى ساعدهم، give them يبقى اعطيهم، him ده اللي هو المقطع ha اللي شابك في الفعل، فبقول مثلا give him يبقى اعطيه، help him ساعده، ال her ده المقطع ha، help her ساعدها، help give her اعطيها، وايه طبعا اللي هو الهاء والايه والها. يبقى دول اول نوع من البرونون اللي هو البيرسونال برونون. تاني نوع معايا اللي هو الديمونستريتيف برونون، ودي اللي هي ضمائر الاشاره. وضمائر الاشاره اللي هي this with that with this with those. طبعا عارفين ان this للمفرد القريب وذات للمفرد البعيد، ديس للجمع القريب، وذوس للجمع البعيد. طبعا بنستخدمهم للإشارة زي ما أقول مثلا this is my friend، وما أجي أقدم حد this is my friend، أو بكرة أقول that book is mine، الكتاب اللي هناك ده بتاعي، وهنا ده بيعبرني عن ايه؟ ان الحاجه دي بعيده. او اقول لك these stars او سوري these birds او these books اللي هم قريبين are yours، الكتب دي بتاعتك، ممكن اكون ماسكهم. ممكن اقول لك those stars are beautiful، يبقى النجوم دي those stars are beautiful، وطبعا هنا الستارز بعيده عشان كده استخدمت لها الضمير زوس طبعا عشان صيغه الجمع. تاني نوع معايا اللي هو الانترجيتيف برونون، ودي اللي هي ضمائر
استفهام، ودي اللي هي أدوات الاستفهام زي what, where, who, which, when, how, why, and so on. النوع الثاني من الضمائر اللي هو البوسيسيف بروناون، والبوسيسيف بروناون اللي هي ضمائر الملكية، وطبعا ضمائر الملكية اللي هي لا يتبعها اسم، دي اللي هي التي لا يتبعها اسم، ده اللي بيجي وراها اسم اسمها صفات ملكية وليس ضمائر. طب ايه هي ضمائر الملكية؟ اللي هي mine, yours, his, hers, ours, theirs. تمام، يبقى دول اللي هو مش بيجي وراهم اسم، فبنقول مثلا this book is mine. This book is mine. أقول لك those shoes are theirs. الأحذية دي بتاعتهم. ما أحطش هنا وراها noun. أقول لك مثلا this house is ours. البيت ده بيتنا، بيتنا كلنا. طيب النوع الثاني من البرونون اللي هو الريليتيف برونون، ودي اللي هي ضمائر الوصل. ايه هي ضمائر الوصل؟ اللي هي who, which, that, whom, when, whose. تمام، ودي طبعا اللي هي بتحل محل الفاعل او المفعول او المكان. فبقول لك مثلا this is the place where we live. هذا هو المكان حيث عشنا. يبقى this is the place where we live. او بقول that is the man who helpedني. يبقى ده هو الرجل الذي ساعدني. This is the man or that is the man who helped me. أقول لك رمضان is the month when we fast. وهنا طبعا fast بمعنى نصوم. النوع الثاني من البرونون اللي هي reflexive pronoun، ودي اللي هي عبارة عن ضمائر منعكسة. طيب الضمائر المنعكسة دي وظيفتها إيه؟ بنقول تؤكد أن أو تؤكد على أن الفاعل هو من قام بالفعل بنفسه وليس شخص آخر. طب إيه هما الضمائر دول؟ اللي هي myself, yourself, himself, herself. وطبعا دي كلها الضمائر المفردة، وعندي كمان itself، وعندي ضمائر الجمع yourselves, themselves, ourselves. فدايما بيقول مثلا في الإكزام ممكن أقول لك I myself، أنا بنفسي cook lunch. وطبعا ممكن يجي مباشرة بعد السبجكت، وممكن تيجي بعد بروناون. يعني ممكن أقول I cook lunch by myself. النوع الثاني من الضمائر اللي هو reciprocal pronoun، ودي اللي هي الضمائر التبادلية، ودول هما اتنين مفيش غيرهم، اللي هي each other و one another، ودي بتستخدم في حالة إذا كان شخصين بس بيشتركوا في فعل معين، ودي لو في حالة أكتر من شخصين. تمام، فأقول لك مثلا أحمد and علي help each other. يعني أحمد وعلي بيساعدوا بعض، لكن ممكن أقول لك إن إحنا كلنا we have to help one another، يعني لازم كل واحد فينا يساعد التاني.
النوع اللي بعد كده الديمونستريتيف برونو. معلش، النوع اللي بعد كده اللي هو الانديفينيت برونوم، وطبعا ديفينيت برونوم اللي هي ضمائر غير محدده. ودي اللي هي ما بتدلش على حد معين، زي مثلا someone, anyone, somebody, few، اللي هي ما بتدلش على حد معين، يبقى هي ضماير ما بتحددش حد معين، زي كمان each, they, anything, they, everywhere. كل دي هي indefinite pronoun. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو ويكون عجبنا. يا ريت ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو، نفعل الجرس على كلمة قول، ونعمل سبسكرايب قناة لو كنا لسه ما اشتركناش أو أول مرة نشوف القناة. Goodbye.